يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 12، والجو فيها مائل البرودة. في الأسكندرية 18-12 والجو فيها أيضا مائل البرودة. في مطروح 18-11 مائل البرودة. في بورسعيد 18-13 مائل البرودة. في الإسماعيلية 19-11 أيضا مائل للبرودة. وفي السويس 18-12 مائل للبرودة. في العريش 19-11 أيضا مائل للبرودة. في طابة 20-12 وفي شرم الشيخ 22-14 الجو فيها معتدل. وفي الغردقة 22-13 الجو فيها معتدل. في الأقصر 20-9 والجو فيها معتدل. في أسوان 20-11 الجو فيها معتدل. في الوادي الجديد 21-8 الجو فيها معتدل. في شلاتين 25-16 والجو فيها معتدل. وأخيرا في حلايب 22-17 والجو فيها أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.